مجموعة أخرى من المهرات بعمر السنة، والآن نلاحظ أنها غادرت أرض الميدان لنستعد بعد قليل ونستقبل كل فئة على حدة، ونتمنى لها وللعارضين والملاك كل التوفيق اليوم ودوم إن شاء الله. That was the group entrance of all the yearling called yearling fillies competing in the class 1 section C. Want to wish them all the best of luck. So we are ready now. We can start with the first filly. نبدأ باستقبال المهرة الأولى. First filly to go. إذا مع إناث الخيل ومع هذه المهرات بعمر السنة، ونستذكر دائما بأن النفقة على الخيل في سبيل الله كباسط يده بالصدقة لا يقبضها، والرسول عليه الصلاة والسلام يشجعنا دائما على اقتناء الخيل العربية وخاصة إناث الخيل. وكما هو معروف أعزائي أن الخيول من أقدم المخلوقات الموجودة على سطح الأرض. ارتفاعات الخيل تتراوح ما بين 142 و163 حتى الكتفين، والأوزان تتراوح ما بين 380 وحتى 550 كيلو جرام. عمر الخيل يتراوح ما بين 25 وحتى 30 عاما، وسرعته القصوى قد تصل إلى 64 كيلو متر في الساعة. أعزائي دعونا نودع هذه المهرة وعود ونستقبل المتنافسة التالية. We are ready for the second filly to the arena please.
شكرا لهذه المهرة ونتابع مع التالية. Thank you. Ready for the next. والآن مع أولى درجات هذه الفئة المهرة رقم 27 نور الدرملي من الأب كحيل خير وأم نرمين لارا المربي مزرعة الدرملي والمالك أستاذ محمود رضا. الهوية العربية لنور 19 18 ونص 18 19 19 18 ونص 19. جمال الرأس والعنق 19 18 ونص 18 ونص 19 18 ونص 18 ونص 19 ونص. الجسم 18 18 17 ونص 18 18 17 ونص 18. القوائم 3 مرات 15 و4 مرات 15 ونص. الحركة 19 18 ونص 5 مرات 19 بإجمالي نقاط 89.30. The total result for نور الدرملي is 89.30. بنشكر هذه المهرة والعارض. Thanks for this filly and the handler. Next filly to go. Oh,
مع دخول هذه المهرة ننتقل إلى نتيجة المهرة رقم 28 شروق الهواجر مصر، وهي من الأب شاكر الفريدة ومن الأم نورة الفرزدق. دكتور أيمن استبعاد. أوكي، إذا خلينا نتابع مع المهرة التالية وبعدها نعود إلى الدرجات. We can have now another filly next please and then we will be back with شروق الهواجر مصر. Next. إذن كانت المهرة التي غادرت قبل قليل هي مهرة للأسف تعاني من العرج وتم استبعادها، ونستكمل مع درجات شروق الهواجر مصر. الهوية العربية 19 ثلاث مرات، 19 ونص مرتين، 19 19 ونص. الرأس والعنق 19 ونص 19 وخمس مرات 19 ونص. الجسم 18 18 ونص 17 ونص أربع مرات 18. القوائم 15 ونص مرتين 15 15 ونص 15 مرتين 15 ونص. الحركة 18 ونص ثلاث مرات 19 18 ونص مرتين 19. مجموع شروق الهواجر مصر أعلى مجموع 90.70. A score of 90.70 for filly number 28 for الهواجر مصر farm. She is شروق الهواجر مصر filly number 28 بمغادرة المهرة رقم 31. خلينا نستقبل المهرة التالية. Next filly please. والآن مع درجات المهر رقم 29 أمل الوليد من الأب نديم الوافي والأم سهر عادل المربي والمالك مزرعة الوليد. الهوية العربية الأمل 18 ونص 19 18 ونص وباقي الحكام 19. جمال الرأس والعنق
19 18 18 ونص 19 19 18 ونص 19. الجسم 17 ونص 18 17 ونص 18 17 ونص 17 ونص 18. القوائم 3 مرات 15 و4 مرات 15 ونص. الحركة 5 مرات 19 ومرتين 19 ونص بإجمالي نقاط 89.80. The total result for أمل الوليد is 89.80. Thanks for this filly and the handler. Next filly to go. المهرة تفضلي تفضل. Thanks for this filly and the handler. Next filly to go. يبدو نعم سوري. إذا هذه المهرة أيضا تم استبعادها وبالتالي نستقبل المهرة التالية. Unfortunately that's elimination for filly number 34.
So we can have the next, please. Next, filly. نتابع أعزائي مع نتيجة أخرى، لكن للأسف مغادرة هذه المهرة رقم 37 إذا أيضا تعاني من العرج للأسف. Unfortunately that was another lame filly. So we can have the next filly. المهرة اللي بعدها next. نعود للنتائج ونتابع مع نتيجة المهرة رقم 33 نفرتيتي الزهوة من الأب فياض أوني والأم نديرة الجميلة المالك مربي مزرعة الزهوة. الهوية العربية 19.5 وست مرات 19، الرأس والعنق 19.5 أربع مرات 19 مرتين 19.5 والجسم 18 18.5 17.5 18 مرتين 17.5 18، القوائم 15.5 أربع مرات 15 مرتين 15.5، الحركة 19 مرتين 18.5 18 ثلاث مرات 18.5، المجموع 89.70 89.70 for filly number 33 Nefertiti الزهوة. Next please. مهرة اللي بعدها.
والأما درجات المهرة رقم 36 رغد النجارين من الأب سهم الليل الشروق والأم بلقيس الشروق المربي والمالك مزرعة النجارين. الهوية العربية لرغد 4 مرات 18.5 19 18.5 19 جمال الرأس والعنق 18.5 18 4 مرات 18.5 19 الجسم 17.5 18 3 مرات 17.5 3 مرات القوائم 15 14.5 و3 مرات 15 15.5 15 الحركة 17.5 3 مرات 18.5 19 18.5 19 بإجمالي نقاط 88.40. The total result for رغد النجارين is 88.40. Thanks for filly number 38 and the handler. Thanks for our judges. بنشكر حكامنا. ودي كانت آخر مهرة في هذه الفئة، والآن في انتظار باقي النتائج. This program is offered by بانتظار آخر نتيجة للمرة رقم 38، وبدأنا نتعرف على المراكز. We're left with one more result for the last contender, filly number 38. إذا نتابع مع آخر نتيجة للمهرة رقم 38، وهي رحمة القصوى من الأب سيف الدين نصار والأم روعة القصوى المالك والمربي مزرعة القصوى. الهوية العربية مرتين 19 4 مرات 18.5 و19 جمال الرأس والعنق 19 و5 مرات 18.5 وآخر درجة 19.5 الجسم 18 18.5 17.5 18 17.5 ومرتين 18 القوائم مرتين 15.5 14.5 15 مرتين 15.5 مرتين الحركة لرحمة 19 19 18 3 مرات 18.5 و19 المجموع 89.20 والمركز الخامس 89.20 and fifth place goes to the last filly number 38 رحمة القصوى. She's owned and bred by القصوى Farm.
ممكن بس الجرار خليك على جنب عشان الخيل هتدخل. الجرار الجرار سمعني، ممكن بس خليك على جنب هتدخل الخيل وبعد كده تكمل. شكرا. اذا اعزائي الف مبروك للمهرات شروق الهواجر مصر المركز الاول، امل الوليد المركز الثاني، نفرتيتي الزهوة في المركز الثالث، نور الدرملي في المركز الرابع، ورحمة القصوى في المركز الخامس. Ladies and gentlemen, have a look on the screen. Those are the top five scores. In first, filly number 28, شروق الهواجر مصر. In second, filly number 29, أمل الوليد. In third, filly number 33, نفرتيتي الزهوة. In fourth, filly number 27, نور الدرملي. In fifth, filly number 38, رحمة القسوة. ألف مبروك لكل الفائزين. مبروك للفرصة رقم 28 شروق الهواجر مصر، ومبروك للفرصة المهرة رقم 29 أمل الوليد، ومبروك للمهرة رقم 33 نفرتيتي الزهوة، وألف مبروك للمهرة رقم 27 نور الدرملي، ومبروك للمهرة رقم 38 رحمة القصواء. يتفضلوا في الأرينا. ألف مبروك لكل الفائزين. Congratulations for all the winners of this class. سيسلم جوائز هذه الفئة دكتورة إيمان أبو الفضل من الجامعة المصرية الصينية، فلتتفضل. ألف مبروك لمزرعة الهواجر مصر، المهرة شروق الهواجر مصر من الأب شاكر الفريدة والأم نورة الفرزدق. ألف مبروك للمركز الأول مزرعة الهواجر، المهرة شروق الهواجر مصر. ألف مبروك
لمزرعة الوليد. المهرة أمل الوليد من الأب نديم الوافي والأم سهر عادل. والمركز الثاني ألف مبروك لمزرعة الزهوة. والمهرة نفرتيتي الزهوة من الأب فياض أوني والأم نديرة الجميلة. Congratulations for الزهوة فارم نفرتيتي الزهوة from فياض أني by نديرة الجميلة. مبروك المركز الرابع. المهرة نور الدرملي من الأب كحيل خير وأم نرمين لارا. المربي الدرملي والمالك أستاذ محمود رضا. Congratulations, Mr. Mahmoud Rida, for the fourth place. Nour Dramali from Kahil Khir by Nirmin Lara. مبروك المركز الخامس. المهرة رحمة القصواء من الأب سيف الدين صقر والأم روعة القصواء. مبروك للمالك والمربي مزرعة القصواء. Congratulations for all the winners of this class. ألف مبروك لكل الفائزين في هذه الفئة. وشكرا للدكتورة إيمان أبو الفضل من الجامعة المصرية الصينية. ألف مبروك لكل الفائزين وبرجاء إخلاء ساحة العرض. شكرا لكم جدا. ممكن الجرار يتفضل؟